دعما لبرنامج كهرمانة نحرص على وجود فقرة اجتماعية. متابعاتنا العزيزات، اليوم فقرتنا جدا حلوة ومفيدة بنفس الوقت. فقرتنا راح تكون عن الشخصية الحساسة. أنا أعرف هواي نساء تعاني من فرط الحساسية بشخصيتها، ولهذا اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل أكيد مع استشارية نفسية وأسرية لما صفدي. أهلا وسهلا بالجماعة. أهلا، حوار دائما معكي ممتع وجميل، وأنا بكون متشوقة دائما بان لكل المواضيع اللي بتختاريها. أكيد لما إحنا هم متشوقين، وأنت يعني من أسرة كهرمانة أكيد بيسعدني، ودائما مواضيعك وتحليلك للأمور جدا حلو ومميز، وأكيد يلامس متابعاتنا العزيزات. لما مثل ما عرفنا متابعاتنا العزيزات، اليوم موضوعنا بالتحديد عن الشخصية الحساسة. صحيح. يعني أنا أعرف هواية نساء بالتحديد يعانون من فرط الحساسية، فأكيد بداية قبل ما نحكي ونخوض بالتفاصيل، حابين نعرف شنو سمات الشخصية الحساسة. يعني مو كل من قال أنا نفسي أنا حساسة، أنا شخصيتي حساسة، فحابين نعرف شلون نميز إنه فعلا إحنا أصحاب شخصيات حساسة. هو أنت حكيتي جملة كتير صحيحة، إنه في كتير أشخاص صاروا بيستخدموا فكرة أنا صحيح. شخصيتي حساسة، أنا حساس، ليهربوا من المواقف أو من الأشياء اللي بيتعرضوا لها. ولكن من سمات الشخصية الحساسة هو الشخص اللي بيكون دائما متأثر بكل ما يدور حوله، عاطفته جدا عالية، يعني عنده كمية من المشاعر جدا مرتفعة، عنده مفهوم التعاطف. يعني أعطيكي مثال، ممكن نحن اليوم نشوف فيديو مؤثر على السوشيال ميديا، شخص عادي يمر في مرور الكرام، الشخص الحساس ممكن دموعه على السريع بتنزل وبيتأثر، بيحضر موفي فبتلاقيه بأنه هو كتير تأثر من الأحداث وكأنه هي بتعنيه. نقطة ثانية، عنده درجة التعاطف أحيانا بتكون مبالغة فيها، يعني دائما بفكر يا ترى هذا زعلان مني، يا ترى أنا قصرت بحق أولادي، يا ترى زوجي هيك عاجبه الوضع ولا لا، يا ترى أنا اليوم رحت زيارة الآخرين. تماما أنا رحت زيارة اليوم بس الموجودين انزعجوا من الكلمة اللي أنا حكيتها. فدائما هو عنده شو الآخرين منظورهم تجاهه، فهو دائما متأهب للآخرين. ولكن ممكن هو يوصل لمرحلة يحس بالأخير أنه هو مظلوم. صحيح. يعني أنا ظالمة نفسي، أنا ظالمة روحي، أنا ظالمة مشاعري، طب أنا وين بكل شيء عم بيدور حوالي؟ فدائما هيك بيوصل أحيانا متأخرا من حس الشخص يتغير من شخص حساس، شوف الكلمة شو مهمة، لشخص منتقم. نعم. تم بعد عمر الأربعين، شو يعني منتقم؟ نعم. فجأة بصير أناني، بصير يفكر بنفسه، ممكن ينعزل عن الناس أو يستغني عن الناس. هيدا يعني هي نتيجة أنه هو ضله شخصية حساسة كلها سنين، لانصدم، انخذل، تعب، عانى، فقرر تحويل الشخصية. طيب حبيت أسألش ليش لي بعد عمر الأربعين؟ شنو التغيرات اللي تصير بعد عمر الأربعين؟ أنا دائما بقول عمر الأربعين هي المرحلة المفصلية بحياة كل شخص. نعم. وللنساء تحديدا لأن هي بتمثل لهم مرحلة حصد الثمار. شو يعني حصد الثمار؟ نعم. يعني قبل الأربعين بيكون الإنسان عم بيكون علاقات عائلية، مهنية، صداقات، علاقات مع العائلة، مع الأصدقاء. بعد نعم. الأربعين بيكون وصل لمرحلة فلتر الأصدقاء، صارت علاقته واضحة مع العائلة، مع الأولاد، مع العمل، أهدافه بالحياة. فبالتالي هون بصير بمرحلة أنا وين، فبيسأل حاله هذا السؤال، وبيسأل حاله بأنه أنا شو الحياة عطتني وشو أخذت مني، شو انظلمت وشو ما انظلمت. فمشان هيك منقول عمر الأربعين عند الرجال والنساء هي بتكون مرحلة أنا بسميها مرحلة مفصلية للانتقال. نعم. لمرحلة ثانية مختلفة، مرحلة النضوج بعمر الإنسان. صحيح. لما طيب بعد ما عرفنا سمات الشخصية الحساسة وصار علم عند المتابعات شلون يعرفون ويكتشفون ان شخصيتهم حساسة او لا، حاب اعرف هل الشخصية الحساسة هل هي نتيجة يعني شيء مكتسب او هي وراثي؟ يعني ممكن نتيجة التربية، نتيجة النشأة اللي نشأوا بها بالعائلة، او هو موجود شيء بالجينات؟ صحيح، هو الاثنين سوا، جزء منه وراثي. يعني اذا كانت الام عندها هذا الشيء فممكن الاولاد ياخذوها كجينات. نعم. ولكن الاغلبها بتجي بالاكتساب. وكيف بتصير؟ اعطيكي مثال، الام ابنها عادي ممكن يكون عنده ضيوف واشتهى اكل او حب ياكل شيء من الضيافة الموجودة، لا عيب، ما بصير، الناس رح يقولوا عنك انك انت شخص جوعان. فهي دائما عطته انطباع انك انت لازم تاخذ ارضاء الناس على احتياجاتك. نعم. ابنها ممكن طالع مثلا لابس اي ملابس هي مريحه بالنسبه له، لا انت لازم تغير ملابسك لانه الناس رح يقيموك من ملابسك. ويقيموني، فهو بيرجع بغير ملابسه المريحه، ممكن يلبس ملابس ما تكون مريحه، فبيتولد عنده احساس بانه دائما تقييم الناس له علاقه فيه. بعدين وهو طفل، اغلب الاطفال اللي ما بيكونوا اخذين كميه كافيه من الحب والحنان من الاهل، او الحب مشروط، يعني اذا انت نجحت انا بحبك، اذا انت كنت منيح انا بعطيك، اذا انت كنت اليوم ساعدتني فانا اليوم راضي عنك. فبالتالي دائما هو عنده كل شيء بالحياه له مقابل،
ما بيقتنع بأنه أنا يحق لي أني أخذ الأشياء من الحياة بسلاسة. نعم. فهدول بيكبروا مع الوقت بتزيد الحساسية المضاعفة عندهم، لأنه كثير هو منتقد، تصرفاته مراقبة، الحب دائما له مقابل، فبيربى بالحياة بتحسي بأنه هو إنسان من هو صغير مظلوم كطفل. حتى الطفل بيرجع على البيت مثلا لأنه المدرسة قالت لأحد الأولاد برافو عليك أنت بطل، وبيعتقد أنه هو معناته هي ما حكت لي معناته أنا الفاشل. صحيح، لأن هو تعود دائما على هاي الفكرة. صحيح لما مع كل هاي اللي ذكرتيها تعتبر الشخصية الحساسة هي شخصية يعني عواطفها جدا جياشة. صحيح، يعني إنسان جدا عاطفي وإنسان بنفس الوقت صادق جدا، ولهذا الحساسية تكون مفرطة عنده. صح، وضميره حي وصادق بالمطلق. صحيح، فهاي يعني تعتبر صفات إيجابية كلها لما، لكن إذا عرفنا نسيطر عليها. فحابة أنت كمستشارة أكيد ودارسة يعني علم النفس، حابين للبنات والنساء وأي أحد صاحب شخصية حساسة شلون يحول هاي الصفات الشخصية الحساسة ويركز على النقاط الإيجابية ويستخدمها الصالحة. صح، أول صفة بيعانوا منها أصحاب الشخصية الحساسة اللي هي نحن بنسميها مأساة قبل النوم، شو يعني جلد الذات، يعني هيك هي بتصفن فبتراجع نفسها، اليوم انا قصرت، انا اخطات، انا يمكن حكيت هالكلمه زعلت الناس، انا يمكن بعثت مسج بس هني ما ردوا بنفس اليوم، فيمكن هني اخذين مني موقف. فدائما عندها جلد الذات على اعلى مستوى، يعني دائما بتراجع نفسها بالطريقه. فانا بنصحهم انه بهي الفتره اشغل نفسك بشيء مفيد، اقرا كتاب، يعني لا تروح انت حتى لو ماسكه جوالك حتنشغلي، الفكره حتاخذك، لا، فكره قراءه كتاب او شويه رياضه حتى قبل النوم، اشغلي نفسك بشيء مهم بحيث انك انت ما تفكري بمفهوم جلد الذات، ولو خطرت الافكار على بالك فانت بتدي من الداخل غيريها، يعني قولي انا اخطات اليوم ولكن انا عارفه انه كل الناس بتخطئ، انا يمكن اليوم في وحده ما ردت علي ولكن عندها يمكن ظروفها، يمكن بكره ترد على المسج تبعي، أنا اليوم يمكن ما عملت باحترام بهذا الموقف ولكن هذا دليل أنه هني ناس غير محترمين. فأنت بتدي عطي محاكاة عكسية لداخلك، وفقرت جلد الذات عملي له شوي تخفيف. هي أهم نصيحة بان، لأنه أنت بتعرفي اللي عنده الشخصية الحساسة عنده جلد الذات كثير. صح، بيكون دائماً ضميرة جدا. صحيح صحيح، فهي نعم، كثير فكرة مهمة. والنقطة الثانية هو بيتعب بالمهام الكثيرة. نعم، فبالتالي أنا بقول قسموا المهام، خدوا مهمة صغيرة أنجزوها واسعدوا نفسكم، اهدي نفسك هديه، روحي مكان حلو، انت كافئي نفسك على الانجاز البسيط حتى تحسي بسعاده الانجاز. نجي للنقطه الثالثه، اذا انت الشخصيه هي الحساسه لا تربيها باولادك، يعني انت اذا عندك هي المشكله اهتمي انك ما تورثيها لاولادك، لانه انت لما بتورثيهم اياها هن يعني انت حتكوني صنعتي جيل جديد هو عم يتاذى. صحيح. فدائما الشيء اللي بتحسي انه عندك فيه غلط لا عززي ايجابيا عند الاولاد. طيب لما انت ذكرتي قبل انه ممكن انه تنشا الشخصيه الحساسه نتيجه تربيه الاهل، مثل اعطيتينا امثله انه صح، الولد لازم ينتبه. طيب اكو ناس يمكن او نساء او امهات يتابعون يقولون طيب هي هاي تربيه، شلون نعلمهم اتيكيت التربيه؟ انت شنو نصيحتك؟ يعني شلون نربيهم ونعلمهم الاتيكيت يعني بطريقه صحيحه لكن بدون ما تكون يعني بعيده عن الحساسيه المفرطه. صحيح، نحن خلينا نامن انه هذا الجيل الجديد هو ما بيشبهنا ابدا. صحيح، جيل مستقل. يعني انا بالنسبه لي مثلا بنتي اذا بقول لها جربي تلبسي هاي الشيء بتقلي ماما هدول ملابسي وهي حياتي. صحيح، بس انا ما بعتبرها بانه هي مثلا نقص بالتربيه، انا بعتبر انه بحترم شخصيتها. لا، ممكن هي عندها ستايلها باللبس، افكارها، طريقه هن كيف بيلبسوا. صحيح، بين اصدقائهم يمكن انا كجيلي ما بترضيني ولكن بالنسبه لها هي بتعتبر انه هذا هن بيلبسوا ملابس مريحه وممكن تكون حتى يمكن غير متناسقه. فانا بقول لا، اعطوهم جرعه من الحريه، خلي هذا الجيل يكون عنده هاي المساحه. ونحن شو بنسوي؟ اتفاق بانه في مناسبات عائليه معينه نعم، لازم تسمعوا الكلام. صحيح، فهيك بيصير لهم مساحتهم وبالوقت اللي انا بحس انه لازم يكونوا بهيئه معينه، يعني في تقييم مجتمعي، لان احنا بالنهايه عايشين بمجتمع، ما رح نروح مثلا بالبيجامه على اي مكان. فبصير هيك اتفاق بس بيكون في حوار. نعم، فهذا هو المفروض، انه نحن ما بنفرض راينا عليهم ولكن بالمقابل بنعطيهم مساحه من الحريه. لانه شوفي، في كتير ناس بيقولوا هذا الطفل قليل التربية، بيختار اللي هو جوعان لازم يأكل كذا، لكن بقول أنا هذا الطفل هو صحيح نفسيا. نعم، لأنه هو عايش بالحياة بطريقة أنه بيرضي نفسه. نعم، إذا حاسس بالجوع فبيروح بيأكل، أحيانا حتى لو هو عند الناس ممكن يطلب أكل لأنه هو مثلا عنده إحساس على الجوع حاليا يعني. فهو ما عنده قيود، فبيربى بالحياة، بتشوفيه إنسان منطلق، لو تعرض لمشاكل أو خسارة قادر يعوضها، عنده أحلام بالحياة، ذكي مستقل. بينما الطفل اللي كتير متربي
والطفل اللي كثير محطوط ببوتقة المثالية والمجتمع عنده ثغرات نفسية وبيعاني كثير بحياته. صحيح، ولهذا احنا نقول يعني الدلال الزايد يعني يفسد الطفل. صح. يعني ويضعف شخصيته. صح. طب بما انه ذكرنا ضعف الشخصيه، لما دائما الشخصيه الحساسه من فرط الحساسيه ومالتها من تكون مشاكل او احداث معينه دائما تتجه انه تنعزل وتسحب نفسها. صحيح. حتى بدون ما تاخذ حقها، لانه شخص جدا عاطفي وحساس فيتالم. فشون يعني تعطينا فد نصائح لاصحاب الشخصيه الحساسه شلون ياخذون موقف بالحياه اذا واجههم موقف ويقوون شخصيتهم مع الاحتفاظ ب يعني اكيد هم ما يقدرون يغيرون. صح. الشخصيه 100%، ولكن مع الاحتفاظ ولكن شلون يقدرون يسيطرون على هذا الشيء ويواجهون الحياه. صح. شوفي، الشخصيه الحساسه مشكلتها بتخسر اجتماعيا. نعم. ليه؟ لانه هي دائما تخاف من تقييم الاخرين وبتخاف تزعل الاخرين. نعم. يعني دائما مثلا ممكن بجلسه عادي ممكن يكون الاشخاص اللي حواليها عم يحكوا مع بعض باي حديث، ممكن تحس انه عم يحكوا عليها او مثلا عم ينتقدوها، فهي دائما ممكن تخسر اشخاص وصداقات. والشخص الحساس شخص هو ما كتير بيعطي فرص، لأن هو بقناعته بأنه أنا كتير عبعطي فالناس لازم يرجعوا لي. فأول نقطة بأنه نوقف التوقعات المبالغ فيها من الآخرين. نعم. وفي شغلة بأنه في هلأ أشخاص أنا متأكدة عم يسمعونا بيقولوا طيب ما جربنا، بطلنا أشخاص نحن حساسين وصرنا عادي ومنطلقين بس اللي حوالينا ما تقبلوا. طبيعي، هي ردة فعل من الأشخاص اللي حواليكم لأنه تعودوا على أسلوبكم، لأنه أنتم مثل الإسفنجة كنتوا ممتصين كل شيء. يعني أنتم إذا في الجلسة أنتم ممتصين هي السلبية بسكوتكم، الموقف يمر مرور الكرام، دائما أنتم على حساب أنفسكم عم تسعدوا اللي حواليكم، فتعودوا عليكم أنتم الإسفنجة. بدهم وقت حتى يتعودوا أنه لكم استقلاليتكم، فاستمروا لا تيأسوا من أول مرحلة. أنا حس أنه الناس ما يعني ما عم تتجاوب معي، طب انا بطلت انسانه حساسه صرت منطلقه ومرحه وهي، بس اللي حوالي عم يطالبوني ارجع لشخصيتي باللا شعور، لا تمسكي فيها حتى يتعودوا على الشخصيه الجديده. صحيح. صحيح، هي يراد لها وقت، واكيد يعني اللجوء الى الشخص المناسب لما يعني هم حابه اذكر هاي النقطه مع تعرفين هسه ثوره السوشيال ميديا. صحيح. وصارت هوايه يعني اكونتات بالسوشيال ميديا هي اكونتات تعليميه وهادفه طبعا، بس مو كلهم هم دارسين لعلم النفس او يعني، فحابين ايضا ان نضوي على هذا الموضوع انه مو كل شيء مو كل فيديو تعليم نسمع بالسوشيال ميديا هو هذا من الشخص الصح. صح. فتحكينا ما مدى اهميه اللجوء الى الشخص الـ يعني المستشار الدارس، مثلا دارس علم النفس بالتحديد واخذ الاستشارات الصحيحه، شلون تاثر على حياتهم او على مشاكلهم. صحيح، وهذا بان لي انا بشوفه كل يوم بالاستشارات، انا بشوف كثير اشخاص حياتهم تدمرت نتيجه نصيحه اخذوها من شخص غير مختص، او هدي ممكن راجعوا اي انسان ممكن يكون عنده خبره كم شهر، فبالتالي عطاهم مجموعه من الاراء، ولكن احيانا هي الاراء ممكن تكون هادمه لهم. خصوصا انت بتعرفي يعني اخر فتره مثلا طلع ترند تخلى عن كل ما يؤذيك، مين هن اللي راح تتخلى عنهم؟ هن اهلك واصدقائك وعائلتك. نعم. هل فيك انت تكون انسان منعزل؟ وفعلا انا قابلت ناس مثلا قطعوا علاقتهم باهلهم باصدقائهم بالمحيط، لا هن تغيروا وانعزلوا، ليه؟ لانه تخلى عن كل ما يؤذيك. لا غلط، نحن ما بصير عباره تخلي عن كل ما يؤذيك نعممها انه انا اطلع كل الناس من حياتي. هي احيانا في كثير ناس بيحكوها بطريقه ما بتكون مهنيه. صحيح. فانا بقول لا، فكره انك انت تاخذ استشاره عن شخص مختص ودارس هذا الموضوع بشكل علمي بتخليك تاخذ نصيحه تكون انت واطفالك ان كان مراهقين او حتى بالمشاكل الزوجيه بتكون انت بتستفيد منها وفعلا بتسوي تغيير حقيقي بحياتك. اكيد صحيح، مثل ما قلتي يعني انت لما دارسه علم النفس. صحيح. ولهذا استشاراتك مبنيه على اسس صحيحه وعلى علم يعني، فهذا هم شيء مهم، لان اكو ناس مثل ما ذكرتي حياتها تتهدم يعني طبعاً نتيجه طبعاً تاثر بالسوشيال ميديا. حياتهم ممكن. نعم. جمله يترجموها بطريقه خطا او ممكن يحكوا مع اي اشخاص، حاليا حتى صرنا نشوف متحدثين تحفيزيين، ولكن اي نوع ممكن هذا الحديث ما يكون فعلا مبني على مشكلتك انت، يعني هو بالعموم ممكن يشتغل بس انا ممكن كمشكلتي كلمه هذا الكلام ممكن يدمر اشياء تفاصيل حياتي، لانه كل انسان هو حاله مختلفه عن اي حاله اخرى. طبعا. هذا موضوع كثير مهم. اكيد، وهم نفس الوقت حابين نشجع اي احد عنده مشكله نفسيه ضروري انه يعني يستشير الشخص يلجأ المناسب وما يستحي طبعًا من هذا الشيء. لا لا اكيد، ما لا الاعتراف بالمشكله هي. نعم. نصف الحل تخيلي. صحيح. يعني فضل عليك النص الثاني. صحيح، خصوصا اذا كان المستشار هو شخص يعني ما يعرفنا شخصيا ما يعرف حياتنا بعيدا تماما، فتكون الاستشاره تنفعه وبنفس الوقت ما بها اي احراجات. صحيح.